لازم نستقر جميعا على مبدئين أساسيين، أن خلاف الرأي لا يمنح الأحد أن يكفر من يخالفه في الرأي. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن حق الاجتهاد المتضمن حق الخطأ مكفول في الإسلام. فإذا كان العالم كله يعني بيقول أن نصر أبو زيد أخطأ، لكن أنا قد أتقبل هذا وأقول والله يعني ربما لا أنا مش مقتنع بهذا، لكن أن يقول هؤلاء أن نصر أبو زيد أخطأ إذن فهو كافر، اسمح لي أن أرفض هذا المنطق المجافي للإسلام.